سوري ومحترف نادي الزوراء العراقي زاهر ميداني اختار صدى الملاعب لشو ليعلن اعتزاله اللعب دوليا، والأسباب راح نتابعها بالتفصيل في الجزء الأول من اللقاء اللي أجرى مراسلنا في العراق محمد الخفاج. نجم المنتخب السوري الكابتن زاهر ميداني، مرحبا بك، منورنا بصدى الملاعب. تحياتي لك استاذ، وتحياتي لجميع متابعين برنامج صدى الملاعب. كابتن، بالبداية خلينا نتحدث عن المنتخب السوري، برأيك الأسباب وراء النتائج السلبية اللي تتحقق الآن بالتصفيات؟ أسباب عديدة صراحة، كان تغيير الكادر الفني اللي هو كان سبب أخطاء كبيرة، أنا بعتبرها ثلاث أخطاء هي صارت. كان تغيير الكادر الكابتن أيمن الحكيم 2018 كان لازم يستمر، بالإضافة إلى الخطأ الثاني اللي هو تغيير الكابتن فجر إبراهيم اللي قدرنا نتصدر المجموعة حاليا تصفيات كأس العالم دون ولا خسارة أول خمس مباريات. الخطأ الأكبر هو صراحة كان يعني تعاقد مع الكابتن نبيل معلول، أنا بعتقده كان خطأ. موسم كامل أو سنة كاملة اللي هي صار فيها توقف الدوريات اللي كان بسبب جائحة فيروس كورونا، الكابتن نبيل ما كان متواجد مع المنتخب لفترات متقطعة. بعتبر أنه الخطأ الكبير هو تغيير الكابتن فجر إبراهيم اللي هو كان الأحق صراحة بالاستمرار بهي التصفيات أو المباريات اللي كنا بدور الحاسم. الكابتن نزار محروس حاول صراحة خلال هالفترة، لكن سوء الطالع مثل ما بنقول بدأ. بحكم قربك من المنتخب، هل فعلا هناك مشاكل بين اللاعبين كما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا صراحة كان في مشكلة هي أي وقت صارت بكأس آسيا بعد منا ما في شيء. يعني أنا كنت واجد مباراتنا مع كوريا ومباراة لبنان، الحمد لله ما في لا مشاكل ولا أي شيء. اليوم تعلن رسميا عبر صدى الملاعب أنه اعتزلت اللعب دوليا؟ رسميا انا اعتزلت اللعب دوليا. صارت الامور صعبه حاليا، يمكن وضع المنتخب مبارياته صعبه، خاصه اخر مباراه التعادل مع منتخب العراق ابعدنا بشكل كبير عن التاهل او المنافسه على البطاقه الثالثه. صراحه انا قررت الاعتزال دوليا تقريبا قبل مباراه لبنان، مباراتنا مع كوريا كان تفكير يعني انه ما اكون متواجد مع سفره كوريا، كنت متواجد لاخر لحظه. يعني لو كان المدرب يشرك زاهر ميداني اساسي ما كان شفنا هذا القرار؟ لا هي مو موضوع انه اساسي او غير اساسي، انا خلال الفتره السابقه الحمد لله على مستوى 10 سنوات قلت لك اغلب المباريات كنت متواجد فيها بشكل اساسي. انا بالنسبه لي كتفكير لي بحب المركز اللي انا متواجد فيه او المكان اللي متواجد فيه لازم يكون فيه لي بصمه، فانا حسيت انه تواجدي حاليا ما هو انه في لي بصمه او ممكن ضيف شيء للمنتخب، فهذا القرار اجى انه انا ما بحب العب دور الكومبارس. بعد اعتذارك عن الذهاب مع المنتخب، شنو اللي تلقيته من الكابتن نزار محروس ومن زملائك اللاعبين؟ انا تواصلت مع الكابتن نزار، يعني كان هو يرغب انه يكون متواجد، فانا قلت له انه يعني الظروف صراحه ما ممكن تخليني متواجد. انا قبل ما يستدعيني الكابتن نزار كان في حديث مباشر مع الكابتن نزار انه انا بحتاجك تكون متواجد مع مني دعم للاعبين، بعرف انت كقيمتك الفنيه تكون متواجد مع الفريق، ممكن تشترك بالمباراه، هذا بيرجع ل مستواك ان كان اساسي او بديل. فانا بالبدايه كنت موافق على هذا الشيء، بس مع اول مباراه وثاني مباراه ايران ما اشتركت فيها، مباراه الامارات كنت متواجد اساسي، فحسيت انه ممكن يعني ما كان في لي دور. كثير حاولوا يثنون زاهر عن هذا القرار، يمكن لحد قبل هذا اللقاء لقيت اتصال؟ قبل هذا اللقاء تواصلت مع والدي، ف والدي ووالدتي يعني تم التواصل انه لا ممكن انت تستمر مع المنتخب، لا تعلن بشكل رسمي انه انت خلص مع تمثل المنتخب او اعتزلت عن المنتخب، بس انا كان القرار ما هو اني القرار، يعني قرار صار له فتره دراسه، لكن حاليا مثل ما بقول نفسح المجال لغير لاعبين.